تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب هذا نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا وقد تابعنا بكل التقدير الكلمة السامية التي تفضلتم جلالتكم حفظكم الله بإلقائها خلال تشريفكم حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى. نود أن نعبر لكم عن الاعتزاز برؤيتكم الحكيمة في تحديد أطر وملامح العمل الوطني للمرحلة المقبلة، وبما يهدف إلى مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وترسيخ ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار. إن حرص جلالتكم وطموحاتكم النبيلة في مواصلة الارتقاء بالوطن على كافة الصعد وتحقيق الحياة الحرة الكريمة للمواطن البحريني في حاضره وتأمين مستقبل أبنائه إنما يشكل على الدوام نبراسا هاديا لكافة مساعينا وتضافر جهودنا من أجل تحقيق النهضة والتقدم والنماء لبلدنا العزيز. وإننا لنعتز كثيرا بإشادة جلالتكم السامية بشخصنا وبدور وإنجازات الحكومة، وهو ما يحملنا بل يحملنا مسؤولية مواصلة الجهد والعمل بكل ما أتينا من إرادة للبناء على ما تم تحقيقه وبما يعزز الدور الحضاري لمملكة البحرين. كما ونود أن نعرب لجلالتكم عن فخرنا واعتزازنا الكبيرين برؤاكم الحكيمة الهدفة إلى مواصلة العمل على ترسيخ وتعزيز دور السلطة التشريعية دعما للحياة الديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكدين على مواصلة الحكومة وفي إطار اطلاعها بمسؤوليات العمل الوطني لنهجها في التعاون القائم والمعهود مع مجلسي النواب والشورى دعما لهما في أداء رسالتهما النبيلة في خدمة الوطن والمواطن. داعين الله سبحانه وتعالى يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم في بلدنا الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر. وبعث جلالة الملك المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل التقدير والاعتزاز تلقينا برقية سموكم إلينا المهنئة لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب والشورى، والتي تطرقنا فيها إلى رؤية جلية للمستقبل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وحرصنا على أن ننوه بما يتنعم به وطننا من أمن وأمان. وإن إشادتنا لشخصكم الكريم هي كلمة حق تقال لسموكم، وأنتم أهل للمسؤولية ولتحقيق الدور الحضاري لمملكة البحرين. إنما أشرتم إليه من الدور للسلطة التشريعية ليجعل المراقبين يتوقعون مستقبلا أكثر ازدهارا وعلاقة وثيقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل خدمة الوطن ومستقبله. نسأل الله عز وجل أن يحيطكم برعايته ويسبغ عليكم موفور العافية ويمد في عمر سموكم ذخرا لهذا الوطن من أجل مواصلة السير في طريق البناء والتقدم والازدهار. دمتم يحفظكم الله. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب هذا نصها. سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى. ويسعدني كذلك أن أشيد بمضامين خطاب جلالتكم السامي الذي أكد على استمرار المسيرة الوطنية الشاملة
بجهود أبناء الوطن المخلصين ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات على صعيد مسار العمل الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لبلوغ آفاق تنموية متجددة بما يلبي تطلعات المواطنين. كما ويسرني في هذا اليوم الذي يفتتح فيه جلالتكم فصلا تشريعيا جديدا من العمل الوطني أن أعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز لما قطعته مسيرة الوطن المباركة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم من خطوات كبيرة وهامة ساهمت في رخاء الوطن وازدهاره ومواصلة العمل على تلك المكتسبات الوطنية بما يسهم في مواصلة نماء الوطن وأبنائه المخلصين. وفي الختام نجدد لجلالتكم في هذه المناسبة العهد على مواصلة العمل للإسهام في تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم لوطننا الغالي بقيادة جلالتكم الحكيمة، سائلا الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر. ودمتم سيدي سالمين موفقين، ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد فيما يلي نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، وأننا إذ نؤكد على استمرار المسيرة الوطنية الشاملة بهمة أبناء الوطن المخلصين ومواصلة الإنجازات التي تحققت على صعيد مسار العمل الوطني، فإننا دائما نتجه إلى تحقيق الأهداف العليا من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الرأي التي تشكل برنامجا لمستقبل وطننا تلبية لتطلعات مواطنينا الأعزاء. ويحق لنا جميعا أن نفخر بالمنجزات التي تحققت لهذا البلد الأمين والمكتسبات التي نتطلع جميعا لتحقيقها، وأننا لندرك بالاعتزاز لدور سموكم في تحقيق الإنجازات الهامة سنة بعد سنة، سيما وأن سموكم هو قائد الشباب وحادي نهضتهم إلى المستقبل الزاهر إن شاء الله. حفظكم الله وبارك في سعيكم ودمتم سالمين، والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من قرينته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني وما حمله من رؤية واضحة المعالم لمرحلة العمل المقبلة. وأكدت سموها على أن مسيرة الإصلاح والتطوير ماضية بثبات بعون من الله، وأن تعزيز الإنجازات والمكتسبات هو ركن أساس في تلك المسيرة المباركة التي تحظى بقيادة جلالة الملك المستنيرة وتطلعاته الرحبة لهذا الوطن المبارك. وأعربت قرينة عاهل البلاد المفدى لجلالة الملك عن عظيم التقدير والامتنان لإشارة جلالته القيمة لما تشكله مساهمة وشراكة المرأة البحرينية من أهمية كبيرة في إثراء ونماء مسيرة العمل الوطني، مع الاعتزاز برعاية ومساندة جلالته المستمرة وتوجيهاته النيرة لكل ما من شأنه أن يزيد من عطاء نساء البحرين اللواتي استطعن أن يسهمن وبشكل لافت في نماء وطنهن ورفعة شأنه. وفي ختام البرقية أكدت سموها بأن المجلس الأعلى للمرأة الذي يتشرف برعاية جلالته ودعمه اللامحدود لأعماله والذي تفضل رعاه الله بتأسيسه قبل 15 عاما سيستمر بإذن الله في بذل المزيد وبما يتسق مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتكون المرأة البحرينية كما الرجل مرتكزا للتنمية الوطنية، مع اعتزاز سموها بتهاني جلالة الملك الكريمة لذكرى تأسيس المجلس لكونه جزءا أصيلا من دولة المؤسسات والقانون الحامية للحريات.
والمرسخة للحقوق القائمة على عدالة المشاركة بين طرفي معادلة البناء المرأة والرجل. وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله فيما يلي نصها: صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا بكل الاعتزاز تهنئة سموكم لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، وإننا إذ نشكر سموكم لنقدر لكم اهتمامكم الشديد لمباركة مسيرة الإصلاح والإشادة بمسيرتنا المباركة وتحقيق البناء الشامخ لوطننا في كافة المجالات، وإننا نقدر عاليا دوركم الكبير في دعم حراك المرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحفاظ على منجزات الوطن، وإننا إذ نحيي هذا الدور البالغ الأهمية المتعلق بمواطني ومواطنات مملكة البحرين الذي يعلق عليهم الآمال العراض في سبيل تحقيق مستقبل مزدهر إن شاء الله، وإنما تقوم به المرأة البحرينية من بناء للمستقبل والأجيال يعد مفخرة لهذا الوطن ونموذجا مشرفا للتعاون بين الرجل والمرأة في طريق المستقبل. حفظكم الله سموكم ورعاكم ودمتم سالمين. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وذلك بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. هذا نصها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص التقدير والاعتزاز على تفضل جلالتكم بتشريف مجلسي النواب والشورى وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع، والذي كان له أكبر الأثر في نفوسنا، حيث كانت كلمات جلالتكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية مشاعل تضيء نستضيء بها على طريق الخير من أجل الاستمرار في العمل الوطني وتحقيق تطلعات جلالتكم حفظكم الله في خدمة الوطن والمواطنين، ونحقق لمملكتنا العزيزة ما ترجونه لها من عزة ومجد. إن دعم ومساندة جلالتكم الدائم لمجلسنا النابع من إيمانكم العميق بمبادئ الديمقراطية سوف يشد من أزرنا ويقوي من عزيمتنا حتى نكون أهلا لهذه المسؤولية أمام الله ومن ثم أمام شعب المملكة الوفي لجلالتكم. أدام الله على جلالتك نعمة الصحة والسعادة، وأدامكم ذخرا للمملكة وقائدا لمسيرتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى برقية شكر وعرفان من معالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. هذا نصها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب الجلالة باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الشورى أن أرفع إلى مقامكم السامي وافر الشكر وعظيم التقدير والاعتزاز لتفضل جلالتكم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. يا صاحب الجلالة، إن كلمة جلالتكم ومضامينها السامية ستبقى نبراسا يضيء لنا دروب العمل الوطني في ظل ديمقراطية حقيقية وسيادة للقانون أرسيتم قواعدهما، بما يصب في تحقيق الأهداف التي تتطلعون إليها جلالتكم من خلال مشروعكم الإصلاحي الكبير، وبما يسهم في رفعة الوطن العزيز والمواطنين الكرام. إننا مع بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع لنعاهد جلالتكم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث التي تقودونها حفظكم الله بكل حنكة وحكمة واقتدار، الساعية إلى تحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيز الأمن والأمان والتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
أطال الله في عمركم ومتع جلالتكم بالصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.